حضراتكم عدنا بعد الفاصل. ما زال الأستاذ أسامة هيكل وزير الدولة الإعلام في ضيافتنا في آخر النهار. والحقيقة الملف المهم أو حديث الساعة دلوقتي واهتمام كل المصريين ويمكن كل شعوب العالم قصة الكورونا. وأنا عارف أنه توتر وقلق ويمكن رعب المصريين زايد في الآونة الأخيرة بعد قفزات الكبيرة اللي حصلت في أرقام الإصابات وأعداد الوفيات خصوصا في أسبوع العيد وما بعده. ورغم ان ده كان متوقع والبرزنتيشن اللي عملتها الحكومه قبل العيد مباشره في الايام الاخيره من رمضان قالت ان احنا مقبلين على اعداد، لكن لما تبقى طبعا في الواقع وتشوف الاعداد بتزيد لازم تقلق. انا سؤالي هنا للاستاذ اسامه سؤال مباشر، هل الوضع بعد العيد خرج عن السيطره؟ لا 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 خالص، لا لا خالص اطلاقا. اصل انت امتى يخرج عن السيطره؟ انه يبقى عدد المصابين اكبر من قدره المنظومه الصحيه بتاعتك. تمام، وده لسه ما حصلش. بعيد بعيد جدا. هي ايه المنظومه الصحيه الاول؟ المنظومه الصحيه مستشفيات، مش كده؟ وانت عندك المستشفيات دي مجموعات مستشفيات، مستشفيات وزاره الصحه. وخد بالك احنا مش بنشتغل بكل المستشفيات، كويس؟ احنا بنتكلم عن المستشفيات الخاصة بأزمة كورونا لحد اللحظة دي. تمام تمام. يعني ما انت في ناس تانية مرضى عايزة تروح المستشفى، يعني اللي عنده القلب، اللي عنده مشاكل عملية بتتعمل، واحد عنده مشكلة في المرارة، واحد عنده طريق. يعني كل ده فلازم عملية، فلازم في مستشفيات بتشتغل في الطبيعي بقى، طبيعي. في الحاجات العادية. مستشفيات وزارة الصحة اللي كانت مفتوحة كانت الأول مستشفيات الحميات في امبابة والعباسية والكلام ده، وبعدين اتفتح مستشفيات في كافة المحافظات، وبعدين اتوسعت شوية، وبعدين بعد كده فتحنا المدن الجامعية. اتوضبت القوات المسلحة والحقيقة، والتضامن الاجتماعي عمل فيها شغل سريع جدا وعاجل جدا. الحقيقة بقت حاجة فاخرة يعني. المدن الجامعية دي بقى لها مثلا 20 سنة ما توضبتش. صحيح. لا وشفنا مشاهد كانت صعبة. فالحقيقة يعني توضبوها بحيث ان العالقين اللي كانوا راجعين هيبقى فيهم بعض الكلام عشان في احتمال في اصابات او الكلام ده، فقعدوا فيها فترة. بعض المدن الجامعية اتعملت للعزل. تمام تمام. وبعدين بعد كده اتفتحت المستشفيات الجامعيه. وبعدين بيسمح دلوقتي المستشفيات الخاصه انها تشتغل، صح؟ مش كده؟ قرار رئيس الوزراء نزل من يومين بالحكايه دي. وبعدين لسه بقى عندك مستشفيات الجيش. هو صحيح غاليه قوي بس يعني على الاقل فيها اتاحه. دي هيبقى فيها كلام يعني. هيبقى فيها كلام طبعا طبعا.